لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت كان يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها اعمل لدار غدا رضوان صاحبها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها من ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبت إن شاء الله تعالى ترجمة ذا الصومالية أيا وحير وحان كجهل لدونا إن شاء الله تعالى بحديث يتعلق بالجنة. عنوانك خطبتني إن شاء الله تعالى وحنا قندونا الشوق إلى الجنة. إلهي سبحانه وتعالى وحوك غور رمي صور كقرآن كقرب ذن وكمدا صفات كإله ذهاي جنة يدد كأيهين دد كجنة إلهي ودياري سبحانه وتعالى صفات كإلهين الدنيا ذا مركي شوغان محيكو صفي سيهين إلهي سبحانه وتعالى ددك أهل الإيمان أما أهل التقوى وحاو شاقي دار تو دياري إن ايتهاي دار آذي آذو قيمة بدن وإلهي لسي سبحانه وتعالى جنة داس إساقو كورمي سيدا يوك تهاي يوحي ككوبن تهاي يا وحى إلهي كدياريي انت بإلهي سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتابه أيو إنه قور رمي سبحانه وتعالى في سورة الزخرف إلهي وحى وتلمامي ويلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إلى آخر الآيات. سورة دنا ما آيات كان إلهي وحاوة المامية ضدك صاحب ذا الدنيا ذن كصاحب ذا ما أخل ذا صاحب تنمذو ذو الدنيا ذن أي كوكو يدونتا أي كودمان دونتا إلا ما استثني منهم كو لغسر يبي أو إلهي سبحانه وتعالى عدو بيسكيه انددك ولا على الدنيا ذن أما أخلا أما صاحبكوها إلا المتقين كو ألك عبسني مويان كو متقين تا صاحب تنمذو ذو الدنيا ذكما قايسو بل تمتد إلى الآخرة آخرة أي قاريسا إلهي دبدينا وحاول واقيا دومنكاس وحاول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أدومنكا يجيو وحبسيا أو دشي نصارني مانتا ما شرتو
وحد كمروغوتانا او ايدين مروغليانا مجرو انسانكو لبدا شيء ايوكو ابتليسن يهي الخوف والحزن خوف كي عبسدو ومثلا جيريدا كعبسنيا وحي إلو سيسا معان كأدو يدو لاذا هاي إيا لذذي دا حزنك إيا ورورك وآخرك قبو إيا وحا إيمان دونا أيضنا وحي إلو سيسا وحو أدو يدو كوهي ستودن مكا لبدا صفو إلهي واو كدو القاضي عباد الرحمن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون مركا كوى السيدة اللي يدوى أيوه إلهي باصفيي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وكوى رميسنا الله آيات كإلهي رميني مسلمين تناها مركا قال ميشا وحبكم عليه قال يا مشرك وحي ميشا كليين يا منافق مجرو الذين آمنوا وشرط بآياتنا وكانوا مسلمين محالو ورنا يا مركا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون جنة قال إذن كي يكوى إذن لم يتكى نظراؤكم إذن لن نوعا زوج كان نوعنا ولا يرهذا لما نها قف كان ولا يرهذا مركا لبدا معنا بوي احتمال كرتا ابن كثير وحكم عنينا يا ونظراؤكم أنتم وأزواجكم تحبرون أي تنعمون وتسعدون في هذا الدار إذن كي يكوي إذن لم يتكا نوعيناها ولا إذن نعمينا يا هل كان لا إذن كن نعمينا يا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وحلقوا لو ريقابوا الرب سبحانه وتعالى حيروين ذهب حيروين كعنتظلوا بكين أيوه وحيروين ذهب حديد إي الله مدنا كما سميسنا محايا لو الدار إلهي لسي سبحانه وتعالى إلهي وحر لغي مركا دارتا وحكست أو قروح بدن أو جمال أو قلبك قفك مسلم كاما كسر دعا أما أن كسر دعين أيا إلهي سبحانه وتعالى ودح لغي أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يا كوبب ولبكوا عندك تلاهين يا قروح ضبطن يا عسوم ذا يا مركم يا لها الله يا هو وين لصوص صفا كوا سال قل الدل ورقيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وحكس جنب إلهي دي وحكسو نفتو ضاي تعشاي وتلذ الأعين او ايشو دو اي كو قبوستو ايا الهي دحدغي سبحانه وتعالى وانتم فيها خالدون ولبا واد كو ريسانو ميشا كما بحيسان سبحان الله معنى نعيم كان لغو وارين نعيم ماها لعيم كاما اديغا كاتغيا اما اد كاتغيسا نعيم ماها لكن نعيم كان لغو واريو أن لغا تغينين أي إلهي سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا منزل كقفك للدجي قيامة أي إلهي الدجي أي عمل كيسي وقوي أي ما يكا كسرية أرن ما يكا نمحوكا كسرية معنى تمني ما يمنزل دن إلهي الدجي مت كسرية بل تنوكو قنعسية محايا إليه ارتا جنده وحلقو قلا برحمة الله وفضله درجات كيدنا وحلقو دقا عمل كيعات سميستي الدنيا دا مالك عمل كاقي ميشو قويي ايا دقيسا اما هذا هاتي كوغو سيا اما هذا هاتي كوغو سريا لكن ما دام اي جنده تهي ودار السلام تهي ودار النعيم تهي وإلهي وحكستو ونكسن ونحنقاي وحا إلهي النفط كو إلهامي إن كو قنع سناته وحا إلهي سيي لكن الدنيا إلهي وحيدي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أم حارثة رضي الله تعالى عنها أي نبي قوتمد عليه الصلاة والسلام
wiilkeedii baa lagu dilay beder macnaha waxa weeyaan markaasay nebiga u timid oo waxay tihi nebi maxamedow ii sheeg bal xaaritha ayna huwa in kaana fi ljannati macnaha waxa weeyaan fawhanni'u hadduu jannada ku jiro waan u tahniidaynayaa wain kaana fi nnaari abki calayh aw faasbir hadduu naarta ku jirana dee waan ku dul ooyayaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innahaa laysat janna waaxida wa muxaaritaay meesha horta janno keliya maaha innamaa hiya jinaan waa jannooyin wa ina bnaka asaaba alfirdawsi alaclaa inankaagiina firdawsi alaclaa oo meesha jannada ugu sarraysaa ayuu camalkiisii u gooyey laannahu maata wa qutila fii aljihaad fii sabiilillaah marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wa antum fiiha khaaliduun tilka aljannatu alatii uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun jannadan maxaad ku dhaxasheen oo maxaad ku hesheen waa camalkiinni baan idinku dhaxalsiiyey buu ilaahay subxaanahu watacaala marka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu ku yidhi waclamuu anna axada minkum laa yadkhulu aljannata bicamalih waxaad ogaataan qof idinka mid ah inaanu jannada ku gelayn camalkiisa walaa anta yaa rasuul allah adigana xataa haddii lagugu daro adiguna ma sidaasaa tahay walaa ana ilaa an yataqamadanii allahu biraxmati minhu fadl ilaahay inuu jannadiisa aniga raxmadiisa isu geliy u geliye mooyaane laanna qofka camalkiisu jannada ma gooyo qofka camalka uu samaynayo siduu doono hadduu u fara badnaado jannada ma gooyo waxay ka warramaan xadiistu malaa'igtu ilaahay bay caabudaan subxaanahu wa tacaala yusabbixuuna lahu fi lleyli waannahaari wahum laa yas'amuun way u tasbiixsadaan habeen iyo maalin iyagoon ka daalaynin tuma markay yowmalqiyaamaha yimaadaan waxay yidhaahdaan baa la yidhi subxaanak maa cabadnaaka xaqa cibaadatik ilaahayow cibaadadii aad xaqa u lahayd maanaan ku caabudin markaa markay malaa'igtu sidaa leeyihiin famaa baaluka bibani aadam bani aadamka maxaad u malaynaysaa oo iska dhacdhac badan oo laga yaabo dunuub badan inuu leeyahay marka camalka qofku janno ma gooyo wuxuu nebiga nooga warramay calayhi salaatu wasalaam nin ka mid ahaa dadkii inaga horreeyey oo 500 oo sannadood ilaahay caabudayey meel jasiirad era ku caabudayey oo 500 ee sannadood aan wax dembii ka dhicin oo maalin walba ilaahay xabad tufaaxa oo khudrada looga soo saarayo jasiiradda dabadeedna xabaddaa tufaaxa ku noolaa markii uu dhintay ee ilaahay obsaday ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi rabbi subxaanahu watacaala yaa cabdii udkhulu ljannata bifadli waraxmatii jannada raxmaddayda ku gal markaasaa wuxuu yidhi addoonkii balaa yaa rabbi bicamali maya camalkaygaa rabbi oo ku gelayaa markaasaa wuxuu yidhi rabbi subxaanahu watacaala idan falxisaab dabadeedna waayaaynu xisaabtanno waxaa la yidhi xisaabtii nicmatulcayn ayaa miisaankii la saaray kafaddii camalkiisii kaloo dhanna kafaddii kale la saaray waa ka qaalib noqotay nicmatulcayn baa ka badatay 500 ee sano camalkoodii lama gaadhin dhegihii lama gaadhin xabaddii tufaaxay lama gaadhin caafimaadkii wixii nicam ilaahay oo dhan markaa camalkeenu janno ma gooyo laakiin ilaahay halkan wuxuu leeyahay uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun markaa culimmadu waxay leeyihiin jannada darajaad kale degayo ayaa waxaa lagu degayaa acmaashii qofka saalixee uu samaynayey ayaa lagu degayaa marka dee qofku hadduu qof dadaalaya adduunyadan ahaa oo tacab iyo juhd iyo ijtihaad la yimid dee laa shaka ilaahay inaanu isku darajo ka dhigaynin kii soo dadaalaya kaan soo dadaalin ilaahay isku darajo kama dhigayo subxaanahu wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin saala muusa rabbahu subxaanahu wa tacaala muuse ayaa rabbigii su-aashan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu yidhi yaa rabbi maa adnaa ahli ljannati manzila ahlu janno oo dhan rabbiyow horta yaa ugu manzilo hooseeya qofka ugu hooseeya jannadu waa kuma markaasaa rabbi wuxuu yidhi rajulun
يجيئ الناس بعدما دخل الناس الجنة مركي دادكو جنة وضا قلان أي بوحسنتو أحاديث تقاركود وحيت الماميان وآخر من يخرج من النار تدكي أهل التوحيد كآية توحيد كقول انتي لكن معاصي دودو بدنيد أي نار تكور راقي كي وجود بيا كسو بحويان أي جنة دانا قلا مركا إلهي وحكورنا يا أدخل الجنة أدون كيغيو جنة قل ربي با وحكورنا يا مركا وحورنا يا رضيت ربي ربي يو جنة إنا قلو بس بابا كرا لي أواك حديث تكالت المانتي نار تمركا لغا سو سارين وسيدا وسيغيو ولي اللهم نجني من حرها وسمومها كدي من السوير دوينيو مر بجيت بواركيا مر بواركيا الباب كي جنة مر ريح دي بسو غاريسا مر والبره بيقولوا يا ربي ويا ردوركي ويلو بيا مركاسا إلهي أيمان دارا لغا قادينا وحكي لو ديسانينين مركو دارتا دانا وإنسانو ويسكي لو بيا ربي انتري وحبكو يلي ميسي وحولي يا ردوركي عقا يقول دوركي بل أنو سي دوركا الجنة هاي مركا جنة دو قالوا إلا قليو أيا إلهي حكورنا يا ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 أفر شهر مركو إلهي راه دو بقر بقر رضي الدنيا دا كم دا ملك جيسي يا مدلا مدا يا لمدلا مدا يا مدلا مدا أيو في الخامسة ورانا يا دونكي رضيت ربي ربي انتا سايقو فلان أواني النار كسو بحي وعذاب مي وقب مي وقب تي مركاسا وحورانا يا ربي ولك عشر أمثالها طبعا لاب كيدا الدنيا دا بقر كي وقسر يا بقر ردي دا طبعا لاب كيد بار ليدا انتا ونماها ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ولبا وحال ليدا هاي وحكستو نفتادو اي تشعلاتو او اشادو اي كوكبو ستو اياد ليدا هاي مركا وحورانا يا رضيت ربي ربي هو رالي نقضي موسى ورانا يا عليه السلام ما أعلاهم منزلة يا ربي كيبا وقم منزلة سريا مركا سا إلهي وحوقو جواب يا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر فمستاق ذلك قوله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كواسي وكويا كرامة دانو تلالي اي آن معنى وحويا دبولي وحا إليهين عيد أغان كرتا إرنا ما أرد دقينا ما مقل قلبي بنا آدم نكوما صدعين هذا مستاقي ذا دولي سنة يرني مديدا كآخر قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نفنا ما أغا وحي لو قريي أي إن قبوس الجنة لو قريي أو جزاء بما كانوا يعملون وحي أي سمينيين الدنيا دا أي سمينيين الدنيا دا مركا معي سمينيين ما أهل الكسل بيهاين ما أهل النوم العميق بيهاين ما حي كصف إسنائين صفات كوذو ما حي هاين لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الخيام وسيسكنون من الجنان خياما نكاسا سفين وحليهي تدكا جنانا لو تلقى لي ارتوا قوم أخلصوا لله في حبه إلهي حب جيسا إيكال قعيل كيسا أي قلوب تودا أخاص يلين وحي جعلين وحي لا يجعلي هاي وحي جعلين صلاة قرة عينهم في الصلاة وحي جعلين الله سبحانه وتعالى جل في علاه فأحبهم فاختارهم خداما أسابنا مركاس جعلاضي يحبهم ويحبونه أيقنا ويجعلين إسابنا ربي وجعلي سبحانه وتعالى محين مروا البس جودة كدو عيسنا
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. مرك عملك الجنة ذي نور ويني يا منازشنا لبر حيسنا يا نجارسين يا سيدا وينوغس في نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. محيت صفات كودون قوم إذا جن الظلام عليهم هبين كي مركو مقدق قلو ماها كويس كسح دا أو شركو دو فراشك كدقو ماها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ها مركا يسيدا وصحدان شركو دو حدي دا فراشك مركا سيكعان مركا سي إلهي سبحانه وتعالى هورستاغان كلام كيسا أي أخريان يتهجدون معنا في الليل بكلام ربهم سبحانه وتعالى. أما أنا معنا وحيدي وحي سميان مركا عيمال انتي قارانا لا يبرحون الصيام كما تقان صوم كسننكا إن صومان إما الاثنين والخميس وإما ثلاثة أيام في كل شهر وإما الأيام المعروفة ويصومون شهر رمضان معنا وحي كسفيه سيهين سنة يفرض با إن الصومان انت كران يتلذذون بذكره في ليلهم هبينك وحي معان سدان أو شوق يمعان وقبتا إلهي حسكي سبحانه وتعالى مركي ربي قدور استاقان إلهي بي معنا وؤيان إلهي بي سبحانه وتعالى بريان وحيوقيهن إلى ربي قدور تاقين سبحانه وتعالى يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد صلى الله عليه وسلم وحيكون فرحي دونان مركي قصة أروران حوض كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهل كاي كعبان ماء وشرابا لا يضمؤون بعده أبدا. انت انا يتجنب قلن مركي حوض كنبي كعبان صلى الله عليه وسلم ما لنتا ساها الراد قدام بيسا الراد الكاسي كغتك ينويكو اللوبين سبحان الملك العلام إلهي سبحانه وتعالى مركا وسيسكنون من الجنان خياما وحيدقيا أن جنة حقيدنا خيمة إلهي أرسي سبحانه وتعالى إن للمؤمن لخيمة مجوفة طولها 70 ذراعا فيها أهلونا معنى وحويا ننك وحو غصقنا أهلكي أو لا يتراءون اسم أركيان هدنا انت سحور العين باوقل حجرتا اسم أركيان. سبحان الله الدنيا ذي وحي تشعلايين اي ملذات كودوها اي آخره كرة حيسانيان ولبا انت وقل تشعلايين با إلهي سبحانه وتعالى ولبا سيدي وقونا كسانيد اي وقفعنايد اي اي كرة حيسانيان. سيدا درتي إخواني في الله وحلينو قبها هي جنة اجتهاد كيدي الددال كيدي اي ملاني مادنو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى قفك مؤمن كا توفيق ددالك إلهي با إسكالي وإن ربي قا ويديسته وإن قلبي قا إيمان كبوحيسه وإن قلبي قا جعيل كجنده وكو ويهي وإن أدنى قطسي دي سلف كي دد معنى وحويان جنده وحكستائي كلوين تاي أبو ريحانة صحابي قيل ورنشر رضي الله تعالى عنه أيا وحل ورياين وبحي غزوة من الغزوات فطال فيها إن بضم بكم مقنا إهل كيسنا وكم مقنا تبدأنا رير كيسي بيمد هبين مركي ويمد أيا وحويان وعشيي عشي وصارك تاوين ديسي مركو عشيي أيو يدي ويسي كان بيان كو ويسيشت تبدأنا ويسدي بيو كانتي سفر دير بكم مقنا إهل كيسي بي كلا مقنايين وادقارنا يساي وننكا مقنا شو كوب بدن ياهي أيا رنتا أدو فهمي كذبنا وحيسير لبرك عدوتكو لبس سورة دوت بو آخريي كذبنا ما زال يتلو سورة بعد سورة مركو سورة دم يبا متكلا قبستا مركو مد دم يبا توكلا ويادا مركو حتى معنا وحوين أذن المؤذن
muadinkiibaa sidaa ku adimay, zawjadiisiina meeshaanay fadhidaa oo is diyaarisay oo is wanaajisay oo is sudgisay. Markii uu salaadii dhameeyey aadaankii la adimay ayaa waxay tidhi, Abu Rayxaynow, safar baad ka soo noqotay, ahalkaagii oo kuu baahnaa baad u timid. Walam nalan minka xadan walaa nasiiba, waxaan kaa asiibnay ma jirtee, cashadii unbaan kuu diyaarinay. Markaasaa wuxuu yidhi, wallaahi low khatarta calaa baalii macnaa la addaytu laka xaqaki, haddaad iguba soo dhici lahayd wallaahi xaqaaga waan kuu gudi lahaa, laakiin shaqaladnii canka waxaa iga kaa mashquulisay xaqaaga. Markii aan suurad akhriyey ayaa jannada sifadeedii ayaa suuradda ku taallay. Markaasaa waxaan is yidhi, bal sifaadka jannadan sii kororso, min libaasiha wa xuuri caynaha wa qusuuriha wa anhaariha wa maladaatiha wa shahawaatiha. Wuxuu yidhi, markaa waan ku iloobay, ee iga raalli ahow, subxaana almalik alcallaam. Qalbigu markuu halkaa gaadho, dee waa marka shawqa jannadu uu buxiyo. Ay macnaha waxa weeyaan, hiya jannatun taabat wa taaba naciimuha fanaciimuha baaqin walaysa bifaani. Naciim kaloo dhan waa u dhammaanayaa, laakiin naciimka jannada iyo raaxadeeda iyo wanaaggeeda ma dhammaanayo. Xadiidkeeduna xadiid aynu intan ku soo koobi garanno saaco maaha, laakiin waa iska tanbiihiyo iyo macnaa waxa weeyaanuun bal shawq inuu ina qabto. Oo dabeedna kutubta aad uga warramaysaa ee jannada kutub gaaroo loo alifaa jirtaa. Kitaab kasta oo ka mid a sunanka iyo saxiixa waxa uu baab wuxuu caqidaa ama jannada ka warramaya, jannada ka warramaya iyo naartaba. Markaa inaynu akhrisanno oo shawqu jannada uu qalbigeenna ku bato, maxaa dhacaya markaa? Adduunyada xubbigeedan ayaa qalbigeenna ku yaraanaya. Maxaa yeelay markuu qofku naciim ka akhriyo iyo waxaa dee aan subxaanallah wax loo dhigaa jirin, wuxuu iloobayaa adduunyada naciimkeedii yaraa. Alimaamu Cali baa odhan jiray radia allahu tacaala canhu, laa daara lilmar'i bacda almowti yaskunuha ila alatii qabla almowti kaana yabniiha fain banaaha bikhayrin taaba maskanu wain banaaha bisharin khaaba baaniiha amwaaluna lidawi lmiiraathi najmacuha waduuruna likharaabi lmowti nabniiha icmal lidaarin gadan ridwaanu saaxibuha الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها من ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. سبحان الله. معنى اعمل لدار غدا رضوان صاحبها وحاضو عمل فشاد دار بري معنى الله رحمن سبحانه وتعالى أكتي سيسغو دسي. والجار أحمد جارك يهي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم waraxmaanu baaniihaa, allaha raxmaankiina uu isagu gacantiisa ku dhisay. Oo maxaa laga dhisay? Madhoobadan iyo tiintan iyo qofku guri markuu aad u yara qurux badan oo lacagi kaga baxday uu dhiso, boqol jeer buu sidaa u yareegaa. Laakiin maalintay afar shan bilood ka soo wareegto, macaankii iyo ladadii iyo quruxdii way tagtaa. Maxaa yeelay tiin iyo dhoobo iyo dhagax iyo ayuu ka samaysan yahay. Laakiin kan qusuuruhaa dahabun, dahab bay horta ka dhisan yihin. Walmisku tiinatuhaa, ciidda lagu joogsanaya lagu dul tallaabsanayaa waa miskigii udgoonka badnaa ee cadarada adduunkao dhan ugu udgoonaa. Wazacfaraanu xashiishun naabitun fiiha, zacfaraankan innaga wax lagu qurxiyo ee jamaalkiisa aad la yaabaysaana waaba xashiishka ka soo baxaya jannada waaba zacfaraanka. Subxaana allah. Marka daartaas inaynu u shaqaysano miyaanay ahayn? Habeen iyo maalin aynaynu iyada ka fakarro oo qalbigeena ay ka buuxsanto oo ilaahay aynu weydiisano subxaana wa tacaala inuu ahalkeeda inaga dhigo. Yaa silcata araxmaani buu yidhi, lasti rakhiisatan bal anti ghaaliyatun cala alkaslaani. Yaa silcata araxmaani suuqiki kaasiduun bayna alaraadili wa silfati alxayawaani. Yaa silcata araxmaani hal min khaatibin falaqad curidti biaysari lathmaani. Macnaa wuxuu ka sheekaynayaa jannadaa silcatu raxmaan, nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, alaa ina silcata allaahi ghaaliya alaa ina silcata allaahi ljanna. Waxaa ilaahay inaga iibinayaa ee nafteenna iyo maalkeenna iyo waqtigeenna laynagaga iibsanayaa waa jannadaas.
markaasoo inay ilaahay ka iibsana maaha. Ina allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna. Ilaahay waxaan barayaa subxaanahu watacaala an yajcalana min ahlihaa. Ilaahay inuu ahalkeeda inaga dhigo, ilaahay kuwa u shaqaystay naga dhigo, ilaahay kuwa iibsaday naga dhigo.